مشخشخ عليه من المنخرطين القدامى ديال النادي القنيطري والتريني تاع السواري اللي في القنيطري. هادشي اللي وصلت ليه الكاك كاين عنده ثلاثة ديال النقط الأساسية. كاين المشكل الأول هي كثرة الانتدابات، إبرام عقود، إفساخ عقود، وهادشي تيرجع بطبيعة الحال تسير المشكل ديال النادي القنيطري مشكل تسير. والمكتب اللي جا كيخلي الكاك غارقة بحال هاد المشاكل هادي ديال إبرام عقود، والدليل أننا وصلنا لواحد الدار واحد العدد كبير ديال الملفات في الجامعة ديال النزاعات. هذا شنو تيجرنا هذا المشكل هذا اللي عندنا مشكل كبير، هذا تيجرنا أن التكوين عندنا ماشي في المستوى تاع هو. أن لا يعقل أن النادي القنيطري في الوضعية المالية ديالها وداك الشيء خاصها تعتمد على المنتوج ديالها، المنتوج ديالها دي سنين من نيامات ديال العروي واللعابة ديال الدراري بورحيم، وهادي إلى يومنا هذا ما بان حتى شي در لعاب في المستوى في الكاك في السنيور. هذا سؤال مطروح اللي شنو خصنا نلقاو الجواب ديالو، واش مشكل في الأطر ديال الفئات الصغرى؟ واش ما كاينش تواصل ما بين الفئات المدربين ديال الفئات الصغرى مع المدربين ديال ليكيب بي والاطر ديال ليكيب بي والمكتب المسير؟ الى هنا هذا هو السؤال المطروح، خصنا نعرفوا المشكل ديال هذا الشيء منين جاي. حيت هنا بعض الخطرات تنسولوا على ناس في العام اللي توصل للدري السنيور تيقول لك حقا هذا تيدير الشيشه، هذا تيدير هذه في كان اللي تيكونوا خصو يكون متبع السيد مني كان في الزنقه، متبعو في كل شيء. الا كان لعاب مرموق خصو يتبعو في الزنقه دي كما جرت العاده، كما كان صويري الله يوليه برحمه الله كان يتبع اللعابه برا كيفاش كيمشي مع من كيتلاقى مع من هذا هو اللي خصنا، لان الرياضه قبل كل شيء راها اخلاق. اللعاب اللي ما مخلقش وماشي منظمش حياته ما عندنا ما نديرو به من الصغر، خص الانسان يدي براسه منه. هذه نقطتي. والنقطه الثالثه، يستحسن ان نرجعوا الناس القدام اللي يسيروا وبصموا بصمات مزيانين في النادي القنيطري، من جملتهم خالد الصبار اللي كانت نادي القنيطري في قسم الوطني الثاني وطلع القسم الوطني الاول وبدل المجهود، وفي اخر المطاف كان بقى بوحده غير هو مدرب، بقدر يوم استطاعوا يطلعوا النادي القنيطري القسم الوطني الاول. كان الدكتور بن موسى اللي خلى شد النادي القنيطري في قسم الوطني الاول وخلاهم كلاسيا تروازيام ولعبت الدومي فينال ديال كاس العرش. وكاين البعناني، استاذ بعناني حتى هو اللي مشى وخلى في الحساب ديال النادي القنيطري فلوس، ما خلاش ديون على النادي القنيطري. هادو الناس يستحسن ان يجيو حتى هما ويعاونوا الكاك ويساعدوها من ناحيه ديال التسيير وداك الشيء. والكاك محتاجه المسيرين اللي يكون عندهم علاقات مع مديرين شركات، مع مديرين مؤسسات، مع مديرين ديال بزاف ديال الحوايج، ومع ناس اللي عندهم علاقات مع المكاتب المسيرة اللي كاينه في المغرب وفي القسم الوطني الاول والثاني وكل شيء. هادشي هذا هو اللي خاص اللي باش يمكن النادي القنيطري تخرج من هادشي اللي فيه. وتنقول الناس ديال الحلال الله يكثرهم، الله يكثر خيرهم، منين داروا مسيره تيحاربوا الفساد فاذا بالكاك زادت غرقت في الفساد. والغريب في الامر قبل ما نختم، ان الناس دابا تيتعاقدوا مع اكثر من نص ديال الفرقه اللي تتلعب عندها غير عقود ديال 6 شهور. هو سواء غنبقاو في القسم الوطني الثاني ولا غادي نطلعوا للبريمير ديفيزيون، وباش غنلعبوا العام الجاي وخا نبقاو في الدوزيام ديفيزيون باش غادي نلعبوا. بركه من هاد الانتدابات بحال الطريقه هذه، الله يجازيكم بخير. بركه من هاد الشيء هذا، راح يعينا ورحنا مرضنا والد اللي وصلت ليه الكاك، رغم انها كانت من الفرق هي الرائده في المغرب، هي اول فريق جابت لاعب اجنبي، اول فريق جاب مدرب اجنبي، اول فريق شارك في شامبيونز ليغ ديال كاس افريقيا، هو كان هو السباق في كل شيء ولينا حنا الاخرين. بركه وهاد الناس اللي ما جاتش يمشي بحالاته، اللي ما عرفش يسير يمشي تيتعلم في بلايص اخرين ويجي مرحبا به الكاك.